بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا ومستمعينا أينما كنتم، أهلا ومرحبا بحضراتكم، أسعد الله صباحكم وطابت جميع أوقاتكم بكل خير. أيها الإخوة المتابعون في كل مكان، شاهدنا وإياكم الشوطين الأولين الماضيين وذهبت سلاماتها مع هذه المؤسسة الكبيرة هجن الشحانية وأيضا مضمرينها. أيضا انتقلت سلامات الشوط الأول للبكار في هذه الفترة الصباحية إلى هجن الشحانية مع سالم بن جابر بن فاران المري، بينما أتى شوط القعدان للجذاع وذهب مع هجن الشحانية مع محمد بن خالد العطية. للحديث بقية مشاهدين الكرام ورموز هذا المساء، هي رموز هذا السن أيضا نرتقبها جميعا بإذن الله تعالى. مشاهدين الكرام، أيها الإخوة الأفاضل، نبدأ ونقول بسم الله وعلى بركة الله، نبدأ ونقرأ قراءة تفصيلية لما يحدث وما يسير في هذا الشوط المنطلق شوطنا الثالث. نبدأ مع شعار سعادة الشيخ خليفة بن محمد. سعادة الشيخ خليفة بن محمد بن خليفة آل ثاني مع الشرود، هذه الشرود وصلت الشرود، الله ذكرتنا يا مالك الشرود بالشرود، بالشرود اللي حققت شلفة في درهام التحدي في أحد الأعوام الماضية. يا سلام بهذا الشعار ونفس الاسم، يا سلام. هذه الشرود لسعادة الشيخ خليفة بن محمد بن خليفة آل ثاني وراشد بن حمد بن علي المدهوشي من يقودها في التضمير. ننتقل للمركز الثاني ومن تتواجد على ثاني المراكز، هذه مهيوبة لهجن الشحانية مع سالم بن جابر بن فاران. ننتقل للمركز الثالث ومن تتواجد سهم لهجن الشحانية مع محمد بن خالد العطية. ننتقل للمركز الرابع ومن تتواجد فيه بروق لهجن الشحانية وجابر بن سالم بن فاران من يقودها في التضمير. ننتقل للمركز الخامس، المركز الخامس التواجد من شديدة لسعادة الشيخ ثاني بن ثامر بن جاسم بن ثاني آل ثاني. هذه نتيجتنا للمراكز الخمسة الأولى المتقدمة. نعود إلى مقدمة هذا الشوط، نعود إلى الصدارة وإلى التغيير، إلى التغيير اللي طرى وجرى في المهمة. شوفوا التجاوز والمرور، شوفوا مرور الكرام، هذه مهيوبة غيرت مهيوبة ولكن وصلت. شوف اللي غيرت أيضا مشاهدينا الأفاضل، شوف التغيير من سهم، وصلت سهم وغيرت مجريات هذا الشوط وانتقلت بدورها إلى المركز الأول. سهم تعود ملكيتها لهجن الشحانية يضمرها ويقودها في التضمير ومتابعتها ومسيرتها وإدارتها كليا مع محمد بن خالد العطية المشاقب الملقب بالمشاقب والحوت اللي حصل على الشوط الماضي قبل لحظات مع ونان. يا سلامي عليك يا أبو خالد، يا سلامي عليك يا أبو خالد، ولكن دير بالك. شوف اللي وصلت على المركز الثاني، هذه مهيوبة تحت الثاني المراكز أيضا تحمل هذا الشعار الأدعم الكبير هنا على ظهرها لهجن الشحانية. هذه مهيوبة بينما تضميرها ومتابعتها مع الذهبي سالم بن جابر بن فاران. ننتقل للمركز الثالث، تصل الشرود على مستوى المركز الثالث لسعادة الشيخ خليفة بن محمد بن خليفة آل ثاني. راشد بن حمد المدهوشي من يتابعها، يلا يا المدهوشي خليك قدام يا أبو، يلا الله. المدهوشي هنا يتابع الشروط تحت للمركز الثالث. ننتقل للمركز الرابع، شوف اللي تحركت
هذه بروق تغير من المركز الرابع إلى المركز الثالث مباشرة، تصل بروق تعود ملكيتها لهجن الشحانية، تضميرها مع جابر بن سالم، الشبل الشبل يقودها في التضمير. ننتقل للمركز الخامس اللي غيرت واحتلت المركز الرابع، هذه معزة، أول نداء لمعزة مشاهدينا الأفاضل في ندائنا الثاني أو ندائنا الثالث. هذه معزة تحتل المركز الرابع، تعود ملكيتها لهجن الشحانية، وسالم بن جابر بن فاران من يقودها في التضمير. شوف المركز الخامس، وصل الشعار الغرفاوي، الشعار الكبير، الشعار اللي أراه يتسلل ويريد التسلل أن يحتل المركز الأول ويحتل المركز الخامس في هذه اللحظات مع العوسجية. العوسجية الله عليك يا المدهوشي، وين حصلت هذا الاسم الكبير؟ العوسجية تحتل المركز الخامس، تعود ملكيتها لسعادة الشيخ عبد الله بن حمد بن جاسم بن فيصل الثاني المدهش سالم بن عامر المدهوشي من يقودها في التضمير. يلا يا المدهوشي، يلا يا المدهوشي، والله انك كبير ومع ناس كبار، مع ناس كبار وعمالقة. يا سلام، نعود إلى مقدمة هذا الشوط، نعود إلى الصدارة والمقدمة. الأمور تسير، تسير من صالح سهم، سهم هنا تطلق سهمها على المقدمة، تطلق سهمها على انتزاع المركز الأول. يا سلام يا سلام، هذه سهم صاحبة الشوط الأول الرئيسي. نعم مشاهدينا الكرام، في الفترة الصباحية في مهرجان المؤسس، نعم حاصلة على السيارة والشوط الأول في مهرجان المؤسس في هذا الموسم. نعم هذه سهم من تحتل المركز الأول. إذن مشاهدينا الكرام، نعود إلى المركز الأول مع سهم، سهم من تحتل المركز الأول. ذكرنا أنها صاحبة الشوط هذا، الشوط الأول، نعم في الفترة الصباحية في مهرجان المؤسس. ولكن يا أبو خالد دير بالك، يا أبو خالد يا سلام، 1200 تفصلنا عن خط النهاية، 1200. ولكن معزة، معزة تبي المكان المعزز، تبي المكان الكبير، تبي المقدمة. سهم تحتل المركز الأول، سهم تريد أن تحقق الإنجاز، تلو الإنجاز، الكيلومتر الأخير. وصلكم المدهوشة يا المدهوشي، وصلكم مع شعار الغرافة. السلام يا سلام يا سلام، هذه هذه العوسجية، العوسجية يا سلامي عليك يا المدهوشي، يا سلامي على العوسجية، العوسجية مع شعار الغرفاوي. الله، حاصلة على نقطة في المحلية التاسع. قالكم باي 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 لجميع المشاركين. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، ودعتكم العوسجية يا مشاركين يا منافسين. هذه العوسجية لهجن الغرافة المملوكة لسعادة الشيخ عبد الله بن حمد بن جاسم بن فيصل الثاني مع العوسجية. العوسجية العوسجية، الله يسعد صباحك يا مالك العوسجية، الله يسعد أيامك يا المدهوشي يا مضمر العوسجية. الله، والله وسواها المدهوشي، والله وسواها المدهوشي. يا سلام. إذن مشاهدينا الكرام، يحق لنا من هذا المكان من 100 متر الأخيرة أن نزف التهنئة إلى داعمي هذا الشعار وإلى مالكه وإلى محبينه وإلى سعادة الشيخ حمد بن جاسم بن فيصل الثاني الداعم الأول لهذا الشعار. يا سلام، ما شاء الله تبارك الرحمن. المركز الثاني، هجن الشحانية المركز الثالث، تصل على المركز الثالث مهيوبة لهجن الشحانية المركز الرابع. وصلت بنت الباز لسعادة الشيخ فهد بن جاسم بن ناصر بن جاسم آل ثاني. أما المركز الخامس، المركز الخامس ذهول لهجن الشحانية. مشاهدينا ومستمعينا الكرام، أتت العوسجية في الأمتار الأخيرة. نعم مشاهدينا الكرام، واحتلت المركز الأول بكل جدارة وانفراد كلي عن بقية المراكز،
وأهدت السلامات من هنا من أرضية ميدان الشحانية إلى الغرافة وإلى مالك العوسجية سعادة الشيخ عبد الله بن حمد بن جاسم بن فيصل الثاني وإلى مضمرها سالم بن عامر المدهوشي. بالفعل إنك مدهش يا المدهوشي. هذه لحظة وصولها إلى خط النهاية هذه العوسجية واسمها بعد مميز وممتاز. لحظة وصولها إلى خط النهاية 9 دقائق ثانيتين 8 أجزاء من الثانية. ما شاء الله تبارك الرحمن توقيت زمني وأفضل توقيت يتسجل في هذه الفترة الصباحية حتى هذا الشوط. تهانينا وناموس لسعادة الشيخ عبد الله بن حمد بن جاسم بن فيصل آل ثاني مالك العوسجية. التهنية موصولة أيضا لدعم هذا الشعار سعادة الشيخ حمد بن جاسم بن فيصل آل ثاني والتهنية موصولة لك يا مضمر العوسجية سالم بن عامر المدهوشي. المركز الثاني وصلت فيه سهم 9 دقائق 7 ثواني 7 أجزاء من الثانية. تاني لو ناموس لهجن الشحانية التهنية موصولة لك يا أبو خالد يا محمد يا ابن خالد العطية. المركز الثالث 9 دقائق 9 ثواني 3 أجزاء من الثانية. هذه مهيوبة تهانينا وناموس لهجن الشحانية أيضا التهنية موصولة لك يا الذهبية سالم يا